YouTube channel. So hey everyone, I'm back with a new YouTube video. Oh yeah, I'm so excited. Best time of the year. كرمال انه تفهم هذا الوقت من السنه وقت ببلش الشتاء وكريسماس فايبس وكل هدول القصص. انا اي ريلي لايك ذيم. سو يا ما حقول فلوجمس بس I will be more active كرمال انا كثير بحب هذا الوقت وبيعطيني كثير انرجي اني صور كونتنت. سو يا اليوم رجعت لكم ب روم ترانسفورميشن خاصه بكريسماس. سو ما بعرف اذا شايفين وراي في كثير اغراض. هيدا هن يلي حنكون عم نشتغل عليهن اليوم. الكريسماس تري هون كان بدي اصور لكم انا وماما شوبينج بس anyways. سو هون عندنا التري. بعدني صراحه ماني عارفه وين بدي احطها بالاوضه بس we'll figure this out. ومع كل الديكوريشنز وكل شيء ورايا I'm super excited. ويا عامله ماتينج كمان لبسي احمر. فا ايه اتس بين ا لونج تايم. اخر مره شفتكم وقت الهالوين. او ماي جاد. سو يا ان شاء الله بخلص هذا الفيديو بس عبد. قبل ما تنسوا سبسكرايب تو ماي شانل ويا لايك ذيس فيديو. بلشت نهاري هيك كثير انرجيتك. فقت الصبح رحت شربت كافي انا واماني وي هاد سم فان وجيت عملت ميك اب توتوريال على سناب شات. فولو مي اون سناب شات اذا يو هافنت. صورت كذا بوست لانستغرام كمان فولو مي على انستغرام. وهلا صار وقت انه نصور فيديو على يوتيوب. نحن عم نزين الاوضه. I'm super excited. يا بتعرف انه جايبه الشجره من كثير زمان وماما عم تقول لي انه وين بعد عم تفوت على اوضتي بعدها الشجره مش محطوطه بعدها هون هيك مغلفه. انا عم اقول لها بدي اصور فيديو على يوتيوب. سو يا ناطره الوقت المناسب وكنت ناطره الويكند. حكيت كثير. سو يلا خلونا نبلش. ليتس جو. بابلي رح تكون هون يعني الشجرة رح تكون هون وهيدا الرف ححطه هون طاولة الكتب وشيل هاي. So let's go. Now I have it clean وفاضي. بعد عندي بس رولة التي في اللي فوق. خلوني اشيلها بحذر. الكورنر صار هيك. باي ذا واي هم ورجيتكم عملتها من قبل حط عليها هيك فوتوز بحبهم كثير. ويب ناو صار وقت اني رجع الكتب. سو يب اي هاف نو ايديا باي طريقه حرتبهم بس ويل فيجر ذس اوت. The first Noel to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep. Noel, no. Time for the Christmas tree. Yay!
For decoration, I got this. That's essential. This cute Santa little tree. And so it continued both day and night. Easy as it looks, I swear. So خلصت التري، هلا بعد عند القصص الباقية. بس my room is a mess actually. Oh شو هاد؟ Oh yeah, بس I'm really excited. Think آخر شي حتصير كتير حلوة. I hope so. لأنه تعبت عن جد. بس yeah, I'm so excited لتخلص. Honest ماني كتير مقتنعة بالgold things. بس لأنه بدي أعمل هون pink coffee. أنا عاملة like هيدول. كلهم تحطهم بالكوفي وهيدا النيوت كولر سو بدي احطهم هون بس بدي شيء ماتشينج مع شوي مع التري سو الليتل جولد ات ماتشز مع الكوفي ذاتس ات سو يا وهي هي انا هون سو هلا حشيل كل الاغراض اللي هون لحط القصص يلي جايبيتها لهيدا الرف سو ليتس جو هاي جايز واخيرا رجعت لكم واخيرا خلصت او ماي جاد صار لي ما بعرف قد ايه بس المهم انه اخذت بريك شوي ورجعت وهلا خلصت ذا واز ذا فاينل ثينج ويا ذاتس اول بصراحه ماي فيفورت كورنر هو في دارك سو كيوت ما بعرف اكثر شيء حبيته مثل الكافي كورنر بس هو المكتب كمان بزيد الوقت ويا قولوا لي رايكم بالتعليقات اي لاف يو سو ماتش ويب سي يو بالفيديو الجاي باي